بالمعوج يا اولاد اللزانة. كسرت متوقفون المعوج. لا بس. لا لكن بس ده شرف البنت زي عدد. بس ديبك ينام. ايوه وديبك ينام. ايوه وانت هيبقى اسمك باكي نام وهندلعك نقول لك يا باكي. انا مش باكي على حد، وبعدين انا بنام في بيتنا، انا من عاله. من عاله؟ من عاله مين ان شاء الله؟ انا شربات بنت الزناتي. يعني بنت الزناتي خليفه؟ ايوه بنت الزناتي خديجه. اولا الزناتي ده مش ابوكي، ده جوز امي. ماني عارفه بقول له يابا. اه بالك انا لو لقيت حد احسن منه وكتاب لما كنت عبرت. يا سلام على الاصل. ايوه والله يا بابا. برافو عليك. عموما يا شربات، يعني انا اعرف ان ابوكي احلى من الزناتي يعني. اهدي اهدي. ايه في ايه؟ انت يعني شكلك كده يعني ببصبص لي وبتملس علي، وده موقف غير مستحب الانسه زيي، ويعتبر في القانون تحرش. يعتبر ايه؟ تحرش. واني ممكن اصوت والم عليك ولا الناس. ولا تصوتي ولا تلمي. امال ايه؟ ولا حاجه. ايوه انتهينا. اعتذر. حقك عليا. تقبلته. وانا كمان تقبلته. بره امشي. اهدي بره. ايوه بره. يا ابن الأزينة، الناس دي كلها شاهدة عليك والله. ماشي حسبي الله والله العظيم. طيب. واللي في بطني ده مش هسيبه ابدا والله العظيم. انتوا ليه؟ اهدي. تعالى هنا. اهدي. ايه؟ نفسي راحة لا ترمس يا محسن والله لا تعالى. انا مش محسن ولا ترمس. انت بتستهبلي عليا؟ ايه اللي بتعمليه بالظبط؟ انت مش فاهمني ليه يا باه؟ بحب افهم. اني بضحك معاك. اقف هنا. شوف يا شربات. ماني شايفه لا هو اني عاميه. انا مش قصدي تشوفي يعني تبصي، انا قصدي اقول لك يعني خليكي معايا. ماني معاك لا هو اني سبتك ومشيت. انا مش قصدي تخليكي معايا يعني تفضلي، انا قصدي اقول لك يعني فوقي. ماني فايقه لا هو اني ضربه بنجر ولا كشري. بس بقى بس. انت ايه لسانك ده مبرد؟ كل ما اقول لك كلمه تطلعي لي ديل. طلع لك ديل. ديل ايه؟ خبيها ورا. ايه داريه؟ هو ايه اللي داريه؟ داريه داريه. ايه هو اللي داريه؟ داريه دالك. داري ايه؟ انا مش عايز استعباط. كل ما اقول لك حاجه تقعد تمط في الكلام. تمط في الكلام يا بني. قلت حاجه بتقولي كتير. الله عندي هخرس. لا ما تخرسيش. امال ايه؟ خدي بالك. هات. هو ايه؟ بالي. اه يا بنت اللذينه، والناس دي كلها شاهد عليكي، واللي في بطني ده والله يا بنت اللذينه ما هسيبك ابدا. لا 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 اقعد عشان نستريح. ليه؟ عشان اللي في بطنك يا اختي. اختي في عينك. هتستعبطي عليا؟ دي مين؟ وانا مش درانه. مش بتقول تصويرتي؟ دي باكي نام. ايوه ودي؟ باكي نام. ايوه انا فين؟ الحمد لله. دي باكي نام وده باكي صاحي. أنا بضحك معاك. قولي ورايا. أنا باكي نام. اهدي. إيه؟ أنت مش لسه قايل إن ده باكي نا وده باكي نا؟ يبقى أنت إزاي باكي نا يا أخوي؟ اسمها إيه؟ باكي نا. باكي نا. اسمها باكينا. ايه يعني انا هخرج من النشيه ادخل في باكينا؟ انت بتجيب الكلام ده منها؟ الا باكينا. اسمها باكينام. ايوه باكينا. اللي ايوه باكينا. اسمها باكينام. ايوه باكينا. ايه الالاطه دي؟ اللي ايوه باكي. كل حاجه ايوه. ايوه باكينا. ايوه 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 باكينا. اه البنت محضره دكتوراه في ايوه. كل حاجه ايوه ايوه. ايوه دكتوراه. ايوه ايوه ايوه. كاني حمار. ايوه جاتك القهوة. ما تستعبطيش. اقفي هنا. انت باكينام. اهدي. ايه انت مش لسه ان ده باكينا وده باكينا، وان انت كراجل يعني باكينا؟ يبقى انا ازاي باكينا؟ دي باكي نام. ايوه ودي باكي نام. مفهومه. وانا باكي نام بدري.
أنا بضحك معاكي. من يعرف الله يحفظك. تحبي تبقي باكينام؟ أيوه. الحمد لله. أيوه. بس أنا عايزك تفهميني. أنا فهمك والله. تفهميني كويس يا حبيبتي. يا باني فهمك والله. يا ماما فهميني بقى. أنت ابني؟ كنت فين يا صايع يا قلع؟ كنت فين يا طير؟ ياد كنت فين يا؟ كنت فين إيه؟ هو مين ده؟ أنا ابنك. أيوه. أنت هتسكتي ولا أديك على خلقتك؟ عايز تد أمك على خلقتك؟ أنت مش ابن بطني. إيه يا أختي؟ أنت ابن حرام يا ولد. بت؟ بقول لأمه بت بعد ما شلت 17 سنة. 17 سنة؟ أيوه. ليه؟ ده أنت كده تبقي غلبتي في ريال. 17 سنة ده إيه؟ أيوه. يلا عذب. والنبي إيه؟ أيوه. كل حاجة أيوه. خلاص قلت لك تحب باكينام؟ خلاص قلت لي حابه باكينام. ايوه حابه باكينام. اوكي. ايوه. علشان تبقي باكينام قول اعملي اللي هقول لك عليه. قول. هتعملي اللي هقول لك عليه؟ ايوه قول. ايه ايوه قول. قول قول ايه؟ اقول حاضر هقول. ايوه قول. حاضر. علشان تبقي باكينام ايوه اقفي عدل كده. ايوه. افردي ظهرك كده. ايوه. صدرك لقدام. ايوه. دقنك لقدام. اهدي يعني كده اهو. بالظبط كده. اه كده اهو. علشان لما تمشي تمشي كده اهو. ايه العبط ده؟ عبط في عينك. ايوه بقى. لا بان يا اسفه بنت على راسنا بقى. طب امشي واني هبرص عليك. ايه؟ امشي وهتبرصي عليا؟ اسمها هبرص عليك؟ ايه؟ ليه همشيلك على الحيطه؟ اللي هبرص عليك دي كمان. ما تجننينيش. انا جننتك. ايوه بتجننيني يا ظالمني. بس مفتري. انا مفتري. ايوه ايوه مفتري. ايوه ايوه انا مفتري. هتتشوي فوقها. بس بقى تقفي عادل. ايه دقنك مش كده؟ دقنك لورا شويه. ايوه. بصي بقى ركزي معايا. ايوه يا بقى. عايز منك ليونة. ليمونة؟ لا. لا يعني. ليمونة ايه؟ بقول ليونة ليونة. ايوه قصدك يعني. ايوه قصدك يعني. مش سهل القصدك ده. واني بعرف اعمله والله. كده هتبعتري زي الرز. ما تقولش رز قول عدس. اني بضحك معاك. بس. اهديه. ايه؟ انت تركب الهواء ولا مش عايز تعبط؟ اقفي. انا بستعبط يا ولا يا باه. اقفي بقى. الله. بس بقى انا عملت حاجه بقى. طب اقفي هنا. ايوه بقى مش عايز استعبط بقى. الله. نام. اقفي بقى يا بني. واقفه واني قاعده. ابعدي شويه. لا يا باه ده القرب حلو يا باه. هتستعبط يا منى؟ اللي هو كده خلاص بقى. ايوه يا باه. طب بس خلاص. بصي بقى باكينام لما كانت بتمشي كانها بتقول لنفسها انا باكينام وانا واثقه في نفسي. ايوه اني باكينام واني ماسكه في نفسي. ماسكه في نفسي؟ ايوه اللي بعدها. ايوه اسمها واثقه في نفسي. ايوه واثقه في نفسي. ده روسي ده؟ يعني ايه واثقة في نفسها ايه؟ ايه نا واثقة في نفسها دي؟ امال لا واثقة في نفسي. واثقة في نفسي. ايوه واثقة في نفسي. ايوه هي دي بالظبط. واثقة اني في نفسي. بصي بقى انا عايزك تمشي بقلاطة. بلاطة؟ اهدي. بلاطة ايه؟ امشي بشياكة. اني شيك والستة زوزة جابت لي اللبس ده وقالت لي اني شيك. امشي بلاطة. وقالت لي اني بت اخر على طول. امشي بشموخ. قالت لي تشمخ يا بت على انا عايزك هانم. وقالت لي اكتر. يخرب بيتك. ايه بت؟ اهدي. في ايه؟ اني تد. مش عايزه تبقي باكينام. اعملي اللي بقول لك عليه. باكينام دي صعبه. اني عايزه البت بطه. باكينام. البت وزه. باكينام. البت خضرا جارتنا. انا قلت باكينام. لا باكينام. ادفع لك ولا باكينام. ايه؟ قلت ايه؟ تعالي هنا.
ملكة. اسمعتي. قولي قلتي ايه؟ قولي قلتي ايه؟ اتحفيني انا سعيد. قولي قلتي ايه؟ ادفع. ادفع. يا تي قطة والله. ادفع. الله الله الله. ادفع. هي هي بالظبط. مرة كمان. انت مبسوط ولا ايه؟ جدا جدا. املى لك ازازي و لا ازازة ايه؟ امال ايه؟ ازازة ليه؟ يعني جرعة متكثفي كل شوية تلف تلف. لا انا عايز منك حاجة واحدة بس وتقوليها لي. ايه؟ انت باكينام؟ ايوه. يا الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. انور وجدي بشحمه ولحمه قاعد قدامي. ايه رأيك يا مفتاح؟ انور بايث من جديد وقاعد قدامي. اصلح واحد في البلد يلعب دور انور وجدي. يعني انا مش كلب بلدي ولا حاجة؟ نجم قاعد قدامي. طب بالنسبة للمشية؟ انور ماشي. طب بنات انصرف. انور بيصرف يا بنات. اسمعوا الكلام. والاسف. نعم حبيبي. انا مش كلب بلدي اطلاقا. انور وجدي واقف قدامي. امال ليه عندي احساس رهيب بالهوهوة؟ عادة ده بيبقى تفسير علماء النفس. هوهوة عند النجاح في الكفاح. يعني انت هوهوت قبل كده؟ اوه يا ما نجحت لما نجحت. يا ما يا الحمد يا ما. طمنتني على نفسي. عارف يا واد يا بروتا اكتر حاجه مخلياني مبسوط وسعيد ايه؟ ايه؟ ان انا سافرت قعدت سنين في الخارج اكافح واناضل واعمل مظاهرات وانتفاضات وحروب لغايه ما بنيت اسم مفتاح. مفتاح المناضل والثوري اللي مدوخ وراه مباحث العالم. ربنا يزيدك. ورجعت لقيت صديقي شقيق عمري ناجح نجم الناس بتشاور عليه في الشارع. انت وش السعد علي. وانت وش الهنا علي. بس لعلمك يا مفتاح انا زعلان منك برضه. صعبان علي. ليه يا حبيبي؟ بعد ما انت سافرت الدنيا شبعت فيا. شلاليط. شلاليط؟ اه جمع شلوط. شلوط وبتقولها بجرأة كده يا اخي. ايوه. عموما احمد ربنا يا بروتا. الحمد لله. انت كنت بتاخد الشلوط هنا وسط اهلك وناسك في بلدك. أه. في حد يحميك. أيه. اما انا فاثناء الكفاح والنضال والمظاهرات والانتفاضات كنت اخد الشلوط ينطرني من بلد لبلد. ياه. من قاره لقاره. اتشلطت كتير. لفيت ال 250 قاره بتوع المثلث الارضي. ال 250 قارة بتوع المثلث الأرضي. إيه ال 250 قارة؟ بتوع المثلث الأرضي. ما خلتش بلد. إيه دول؟ إيه دول؟ ال 250 250 قارة بتوع المثلث الأرضي. يعني العالم كبر فجأة. زاد مع زيادة الأسعار. مفاعل ليه يا بروتو؟ أصل أنت بتقول 250 قارة. بتوع المثلث الأرضي. مثلث أرضي إيه؟ مفيش قارة على وجه المثلث الأرضي ماليش فيها صوالات وجوانب. يا جدع! انت ايه؟ انت مفاعل ليه يا بروتو؟ ايه لفيت انت سافرت فين؟ ال 250 قاره بتوع المثلث الارضي. 250 قاره ازاي؟ يعني هما مش سبع قارات؟ ده انت في غيبوبه. مش في كوكب الارض. كوكب الارض ده ما هو الا مجموعه قارات. يا بتقول ايه انت؟ كوكب الارض ده كوكب. ها؟ كوكب. كوكب الارض ده ما هو كوكب الارض. اه ده واحد من ضمن مجموعه كواكب بتلف حوالين الشمس. كواكب. في ايه؟ انت رحت فين؟ لفيت كل بصي. كوكب الارض ده ما هو الا متقسم قارات. اوكي. في شمس. الشمس ده بتلف حواليها مجموعه شمسيه مجموعه كواكب. خلاص انت بتشرح لي احياء. احياء احياء يا ابو جهل. الله يكسبك. ايه كواكب ومجموعه؟ الشمس بتلف حواليها كوكب الارض كوكب المشتري تحسين بين السرايات مجموعه تحسين. انت رحت فين؟ ال 250 250 قاره. بقول لك سبع. انت مش بتسمع فؤاد المهندس يقول لك قلبي يا غاوي سبع قارات؟ يعني هو ده برهانك ان كوكب الارض سبع قارات؟ هو ده دليلك يعني؟ يعني ايه انت ما تعرفش ولا ايه؟ ايه اللي اعرفه؟ ايه ده؟ انت ما عندكش خلفيه ولا ايه؟ ايه الخلفيه دي؟ انت ما تعرفش ان المثلث الارضي زاد ولا ايه؟ كوكب الارض زاد. المثلث الارضي؟ هو مش الكره الارضيه؟ ايه ده يا راجل ده انت قديم.